تهيض هجوسي وامتطى صهوة القفان بحفلة الكفو عبد الكريم اكتب اوزاني تخرج من عوانه خط له عنوان لها الحق يبخر علي القدر والشاني تهيض هجوسي وامتطى صهوة القفان بحفلة الكفو عبد الكريم اكتب اوزاني تخرج من عوانه خط له عنوان لها الحق يبخر علي القدر والشان من امريكا متخرج وله بصمه وبرهان بدراسة الاعمال حازي جزلات واسماني ومبروك يا عبد الكريم ولك الالحان بياتها فيك تستاني وبفعلك وانجزك تفردت في الميدان ونجمك سطع ضوه على كل الاقران ابوك الكريم المعتلي مدها لطيفان عوان الشجيع اللي اعتلى فوق الامزان هذاك اللي فعله وافي ويرجح الميزان وريث الشيوخ ونسل دربنا الايماني ومثل ضياب عيالك تفخر وتتبهى على مر الايام ولك عز وتخمن مواقفهم برهان اهل الطاله اللي في المواقف شجعاني ابو ذياب رمز الجود للمرجله عنوان وهذا ابو شهد ليك الصعب لاني علي سيف قاطع وقفته تخلف العدوان وبفعال نوافي شهد القصر والداني لكم عز شامخ يا سلايل بوتجاه وامجاد تشهد يا سلاطين الايمان لكم عز شامخ يا سلايل بوتجاه وامجاد تشهد يا سلاطين الايمان.